تسرع الاول قبل ما اسال ايه هو. لا طبعا اكيد كان انت خدت قرار قرار في او ان انت اعتزلت اللعب دوليا، فجاه لقيت مكتوب على تويتر وليد سليمان اعتزلت اللعب دوليا. تفتكر من وجهه نظرك ان انت بعد ما قعدت شويه واستريحت، تفتكر ان القرار ده كان متسرع؟ والله يا كابتن انا استخرت ربنا وحسيت ان انا يعني عايز اشيل الضغوط من على جهاز المنتخب، ان الفتره دي كان في ضغوط جامد جدا عليهم. وانا رفعت عنهم الحرج، ان انا حاسس ان يعني معلش، حتى يعني انا وصلت يا كابتن الحمد لله بفضل ربنا لفورمه عاليه قوي السنه دي. ما مزبوط. كنتش حتى يعني مزبوط. حد بيكلمني يقول لي يعني معلش انت كويس، احنا بنعمل جيل جديد، يعني مفيش حد حتى كان بيكلمني يقول لي اي حاجه. وفي نفس الوقت السوشيال ميديا ضغط على المنتخب، والمنتخب داخل ما كانش لسه طبعا هننظم البطوله، كنا داخلين على التصفيات وكان الموضوع صعب. انا كنت عايز اهيئ الجو للمنتخب ما يكونش عليهم ضغوط بالنسبه لوليد سليمان. لكن لما طبعا كلموني واتسالت، ما فيش حد يا كابتن لو طلب للمنتخب هيقول لك لا، انا تحت امر المنتخب في اي وقت، ومش وليد سليمان بس، اي حد. انا يعني انا لو طلبت وقلتها قبل كده، لو طلبت في الجيش يا كابتن ما انا هروح الجيش. لكن موضوع حلو، لو طلبت في الجيش هروح الجيش. طبعا هو ده الحقيقي، لان ده الحقيقي يا كابتن، ده بلدنا بالظبط. ولو طلبت للمنتخب واحلى وقت، يمكن الناس اللي ما تعرفش احلى وقت لما بتبقى واقف كده على في الماتش وبتسمع سلام الجمهور. طبعا ده بالنسبه لنا، ده بالنسبه لنا بيبقى شرف ما بعده شرف. طبعا يعني طبعا كانك بتمثل سفير من سفراء مصر في كل ملعب بتبقى موجود فيه. طبعا يا كابتن طبعا. رجعت تاني عن الاعتزال، هل كان في ملابسات معينه؟ انت بس قلت ان انت يعني حسيت ان انت كنت عايز تشيل الضغط من على الجهاز الفني للمنتخب. بس طبعا انا بشكر يعني المسؤولين، ان في ناس كلموني، مش عايز اذكر اساميهم عشان هم يعني قالوا لي بلاش ان انا اذكر اساميهم، ان هم قالوا لي لازم تفكر تاني، وان الراجل ما كانش يعني عنده درايه باللعيبه كلها وهو اصبر بيفكر. واحده واحده. لكن انا برضه كابتن زي ما قلت حضرتك، انا متواجد وان شاء الله بس ارجع والعب في النادي، ولو في فرصه انا طبعا اكون شرف ليا وشرف لاي حد لو طلب يعني المنتخب. انت في اي مواقف شخصيه بينك وبين اجيري؟ لا خالص، انا الراجل ما حتى انا ما شفتوش ولا شافني. والله يا كابتن. كان في موقف قبل كده مع مستر كوبر، وما اعرفش اتاخد ازاي، وقعدت ايه اللي حصل بينك وبين كوبر؟ ما اعرفش، هو كان مستر حصل كوبر يعني. هو حصل كذا حاجه كابتن، بس ما اعرفش انا يعني جيت في موضوع فيهم، او في موضوع طبعا ان انا دخلت على اتكلمت كلام على كابتن اسامه نبيه، وبعدين جابوني في المعسكر، وضحت لهم الصوره، قالوا لا خلاص يبقى انت وضحت لنا الصوره الموضوع خلاص. وبعدها رحت معسكرين ومنهم مباراه غانا، وبعدين استبعدت، وبعدين كان قبلها خالص كانت المشكله اللي حصلت بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، ودخلوني في مشكله لعيبه الاهلي والزمالك وانا ما كنتش موجود اصلا في المشكله دي. يعني انا ما اعرفش كان السبب فين ايام مستر كوبر، لكن ما اعرفش، انا بعتبر ان الموضوع ده نصيب، وفي نفس الوقت الحمد لله يعني لو ليا نصيب كنت اروح والعب مع مستر كوبر، كنت رحت ولعبت يعني. تمام، يعني الحقيقه ردود افعال كبيره جدا وكثيره جدا على هذه الحلقه، انا بشكركم جدا يعني.